أنا دكتورة همت الهيوة الحداد, a professor of endocrinology, internal medicine endocrinology في القصر العيني. أنا سعيدة جدا بمشاركتي في الجاي إيجيبت السنة دي, والحقيقة هو في سيشنز كتيرة حلوة جدا and very scientifically fruitful, وفي أفكار جديدة السنة دي. الكلينيكال كيس تشالنجينج كيسز بتاعت النهاردة, والأورال برزنتيشنز بتاعت الريسيرش, والإي بوستر برزنتيشنز, هي دي كانت من السيشنز الجميلة جدا. كلنا عارفين طبعا الداي ايجيبت بقاله كام سنة بيعمل مؤتمر, وكل مرة بيحاول يكفر الموست ريسنت اب تو ديت انفورميشن اباوت دايابيتس. وفي نفس الوقت بيبقى طبعا بيهمنا كلنا ان هي تكون كلينيكال ابلايد واب تو ديت. من الحاجات الانترستنج جدا اللي الحقيقه بقالنا في السنتين ثلاثه الاخرين عندنا كده سورت اوف انوفيشن فيها الدايابيتك نيفروباثي. كلنا عارفين طبعا ان when the kidney is affected الناس كلها بتتكهرب, والناس كلها بتبقى depressed, وكل املنا في الحياه ان احنا نقول البروجريشن اوف diabetic nephropathy في الستيجز بتاع chronic kidney disease على قد ما نقدر, ما نوصلش لاند ستيج renal disease, ما نوصلش للدياليسيس, وده حلمنا الكبير. مع ال recent innovation and management approaches وال pathogenetic mechanism بقى في امل جدا ان الموضوع ده يتحقق بشكل كويس. وايه قصه الدايابيتك نيفروباثي؟ عشان نبقى فاهمين, احنا عندنا affection of the kidney is one of the chronic complications of diabetes mellitus. Type 2 diabetes, no one can predict. العيان ده جاله type 2 diabetes في أي وقت, لأن إحنا عندنا سيناريوهات كتير. لو حد دايما بيعمل check up لنفسه, مخلي باله على نفسه, ممكن جدا إن إحنا نلقط إمتى جاله diabetes mellitus. في أحيان كتير قوي accidentally discovered دايابيتس كان ممكن بقاله فتره طويله عنده دايابيتس وهو مش دويان, وده طبعا بيخلينا ممكن ان احنا ندايجنوز العيانين دول وهم اوريدي عندهم one of the chronic complications زي نيفروباثي او نيوروباثي. اما تايب 1 دايابيتس ده بال دراستيك presentation of the disease, فاحنا بنبقى عارفين ان مش هتبتدي الريتينوباثي والنيفروباثي الا بعد اول 5 سنين. هو ايه اللي بيحصل؟ الكدني من الحاجات اللي بيحصل لها مايكروفاسكولار, one of the microvascular complications of diabetes. بمنتهى البساطه انا عندي دايما pathogenetic mechanism بتاثر على الكدني, بتاثر على الاورجنز بتاعت البادي, ان احنا عندنا هايبر انسولينيميا, انسولين ريزيستنس, اوكسيديتيف ستريس. تمام, بمعنى ايه؟ هو ايه اللي بيعمل الكلام ده؟ لما البلاد شوجر بيبقى في الدم في النورمال رينجز بيعدي ايه؟ بين النورمال باثوي بتاعته في الميتابوليزم. لكن لما يبتدي بلاد شوجر يعلى عن المستويات الطبيعيه يبتدي تتفتح, انا بقول عليها بوابات جهنم, بوليول باثوي, هكسيلوموتامين باثوي, ادفانس دراج ريزوليشن اند ديبوزيت, دي كلها الحقيقه بتبقى one of the causes of acute and chronic A complication, يبقى معاه inflammatory cytokines and so on. كل ده بيأفكت الكدني. الآن ده ريزن بتبقى ايه؟ ان احنا بنبتدي الكدني affection بان احنا بيكون عندنا glomerular hyperfiltration, which is one of the earliest manifestations اللي بنشوفها باللابوراتوري في العيان, ان الجلوميرال فلتريشن بتاعهم ده بيبقى عادي, عالي اكتر من الطبيعي, وده باد ساين, اتس باد. والحاجه الثانيه برضه اللي كلينيكالي ممكن تبقى ديتكتد ان يبقى فيه قلب مليل. طب ازاي انا مش عايز ادخل طبعا في كل بقيه الباثوجينيتك ميكانيزم والباثولوجي وايه اللي بيحصل, بس اللي انا عايز اقوله good control of blood sugar باللايف ستايل modification
and therapeutic interventions and good choice of an optimum treatment العيان ده, دي من الحاجات اللي بتحافظ جدا على الانتظام. الكدني تريكي او نمبر 1 في اي عيان سكر, ان انا لازم اتريت السكر واتريت كل الكوموربيديتيز معاه. ما ننساش ان تايب 2 دايابيتس ده اساسا جاي من عيانين كان عندهم ميتابوليك سندروم, يعني في ديسليبيديميا, في هايبرتنشن, في هايبريوسيميا, فانا لازم كل الكوموربيديتيز دي اديها. عندنا طبعا جايد لاينز كامله بتتكلم عن الكلام ده والثيرابيوتيك لاينز اللي احنا محتاجينها دي واحد. لكن كمان من الحاجات المهمة مع الconventional treatment اللي احنا بنعمله للعيانين دول, ان احنا if we can select one drug من new classes اللي ممكن تبقى very beneficial في الكيدني يا ريت, زي ال SGLT2 inhibitors, ودي الحقيقة نبدأ بيها guidelines زي ال ESD conjoint guidelines كانت موجودة, وفي نفس الوقت تأكدت من أكتر من مرة very well established إن إحنا لو عندنا العيان عايزين دواء يشتغل عشان الهارت والكيدني بنستخدم SGLT2 inhibitors لو كان العيانين دول يعني number one lifestyle modification, number two good control of the blood sugar, number three good control of comorbidity. If I can choose according to guidelines one of the drugs اللي نازلة بيها ال international guidelines بتاعتنا, يعني زي بالضبط ال SGLT2 inhibitor. ده بالنسبة للدايابيتيك نيفروباثي. دي كانت بريف ريزومي على الفكرة as a whole. Thank you.